رسول الله تمهل فؤادي من تراه سيلهم فأبيات شعري كلها تتألم وتسأل ماذا قد يقال عن الذي أتانا نذيرا للعذاب ويرحم إذا أرسم الأفكار فيه رأيته يفوق ويعلو فوق ما كنت أرسم كأن خيالي عاش عمر شبابه عجوزا ومات الوصف والشعر أبكم فما من تعابير تطاول وصفه كذلك بنيان السماء يعظم كذلك نور عند مكة ساطع يضيء حدود الكون إن هي تظلم كخير نساء الأرض جئن كرامة ومن جاء يسعى قاصدا فسيكرم فآسية راحت تبشر أمه وهذا رحيلا يوم عيد ومريم تتاجر فيه المرضعات وعنده تفوز بعز بعد ذل وتنعم لكل فؤاد في الظلام تجارب وتجربة العدنان شمس وبلسم تكاثر فيه الصبر عند سكوته تكاثر فيه الصبر عند سكوته وكان صبيا بالهدى يتكلم ومن تقدت فيه عيوب ولا بدت وعيناه عند الغيظ كم تتبسم سحابة عشق أشرقت بشروقه وتمطر نارا في الغروب وتصدم كريم كريم طيب متعفف حليم حنيف في الديانة مسلم صدوق أمين مخلص متأدب حكيم هو الأمي والمتعلم يبيد معاني الظلم قبل ظهورها ويظهر فيه العدل إن راح يحكم سياسته دستور فكر مفوه له لغة فيها السلام يترجم وفيه صفات الأنبياء جميعهم شهيد عليهم كلهم ومقدر وفي الغار صديق يقاتل حية ومكسب كل في الرسالة يخدم وما الحية العطشى تريد قتاله ولكنها خافت من الخير تحرم وهذه خيوط العنكبوت ترصصت فهلت يمامات تبيد وتسلم وهذه دموع فوق خد رسولنا تتلمذ فيها العاشقون ليفهموا إمامي رسول الله يا سيد الورى خلدت من القرآن رشحك زمزم زففت إلينا الحق يوم ضياعنا فصاد قلوب الشرك رمح وأسهم فهذه رؤوس الكافرين تطايرت وهذه بنايات بنورك تهدم أيبنى الذبيحين اللذين تعففا أتيت ونور الله فيك مجسم حبيبي رسول الله جئتك مادحا بلابل حسان معي تترنم وبانت سعاد لست أملك نصفها فقير أنا في الشعر لكن متيم فهذا رسول الله هذا إمامنا شفيع لمن هم بالمعاصي تراكموا فهذا حبيب الله هذا محمد تعالوا معي صلوا عليه وسلموا